السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي من كتاب القراء، واليوم بإذن الله مع درس جديد من دروس القواعد الإملائية. ودرسنا لهذا اليوم هو التاء المفتوحة والتاء المربوطة. ألاحظ وأكتشف. سأقوم بقراءة فقرة وبعدها سأقوم بطرح بعض الأسئلة، لذلك عليكم الاستماع جيد. إن من آثار الرفقة المدرسية ما رأيت من تعاونيات يقضي من خلالها الرفاق الوقت المثمر المفيد، ويكونون من السعاة إلى الخير والمنفعة. لمن حوله. نعم، في هذه الفقرة يوجد كلمات. ما هي ألوان؟ أحمر وأخضر. كم عددها؟ 5. كيف كتبت التاء في آخر الكلمات الحمراء؟ التاء المربوط. كيف كتبت الأسماء في آخر الكلمات الخضراء؟ بالتاء المفتوح. ما هو أول فعل ورد في الفقرة؟ رأيت. كيف كتبت التاء في آخره؟ بالتاء المفتوح. اذكر الأسماء التي كتبت تاؤها مفتوحة. تعاونيات الوقت. نعم، ممتاز. استخرج الكلمات التي كتبت بتاء مربوطة. الرفقة، السعادة. نعم، ما نوع كلمة الرفقة؟ اسم. ما نوع كلمة رأيت؟ فعل. ما نوع كلمة تعاونيات؟ اسم. ما نوع كلمة الوقت؟ اسم. ما نوع كلمة السعاد؟ اسم. ممتاز. الآن سننطلق إلى ملخص صغير للتاء المفتوحة والتاء المربوطة. التاء المربوطة هي التي تكتب هاء بنقطتين. التاء المربوطة تكتب هاء وفوقها نقطتين، يعني دائرة وفوقها نقطتين، وتكتب تاء وتنطق عند الوصل. عند الوصل تنطق تاء، وتنطق هاء عند الوقف. عند الوقف تنطق هاء، مثل سارة تلميذة نجيبة. عند الوصل سارة تلميذة نجيبة. عند الوقف سارة تلميذة نجيبة، تنتهي بالهاء. نعم، وتكتب التاء المربوط في الحالات الآتية: آخر اسم المفرد المؤنث مثل خديجة. أعطيني اسم ثاني. فاطمة. نعم، فاطمة. وتكتب أيضا في جمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء، مثل صيدلي صيادلة. عبقري عباقرة. نعم، أيضا عبقري عباقرة. هاد في التاء المربوطة تكتب في حالتين: حالة آخر الاسم المفرد المؤنث مثل خديجة وفاطمة، وفي الجمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء مثل عبقري عبق. الآن ننطلق إلى التاء المفتوحة. التاء المفتوحة أو التاء الممدودة التي تكتب تاء. التاء المفتوحة تكتب تاء وليس مثل التاء المربوطة، وتنطق تاء سواء في الوصل أو في الوقت، مثل سيارات، ذهبت، بيت. لدينا اختلافات كثيرة، مثل التاء المفتوحة تكتب تاء، أما التاء المربوطة تكتب هاء، هي العكس. وأيضا تنطق تاء سواء في الوصل أو في الوقف. التاء المفتوحة تنطق في الوصل وفي الوقف تاء، مثل بيت يوسف جميل. بيت يوسف، ننطق
معناها تاء بيت تاء نعم. وبالنسبة للتاء المربوطة فهي نقول سيارة جميلة، تاء عند الوصل سيارة، عند الوقف تنطق هاء. الآن ننطلق إلى الحالات التي تكتب فيها التاء المفتوح. تكتب التاء المفتوح في آخر الفعل الماضي مثل ذهبت، لمعت. أعطيني مثال آخر. لعبت، نعم لعب. وفي آخر الجمع المؤنث الثالث مثل معلمات، طبيبات، نعم. وفي آخر الاسم الثلاثي الساكن الوسط مثل بيت في وسطه سكون، بيت في ثلاث أحرف، لذلك يسمى بالاسم الثلاثي الساكن الوسط. زيت، توت، حوت، نعم حوت أيضا، نعم. والآن ننطلق إلى فقرة أتبع، نعم. تكتب التاء المفتوح في الأفعال ذات مثل خرجت، 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 خرجت. وأما في الأسماء فتكتب مفتوحة في جمع المؤنث السالم مثل معلمات، طبيبات، مهندسات. وفي الأسماء الثلاثية الحروف ساكنة الوسط مثل بيت، حوت، بيت، توت. وتكتب التاء المربوط في الاسم المفرد المؤنث مثل المدرسة، خديجة، المقلمة. وفي جمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء مثل عبقري، عباقرة، صيدلي، صيادلة. وبهذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.